شو ذكي هالكونسبت، شو ذكي هالكونسبت. عشان بعرفه متى بلش، خلينا نبلش من الاول. خلينا نبلش بالاول بكعك المناره اللي زرته انا وولادي وحده مع توني ابو شادي وعده ناس، وكل ما اجي على دبي بعمل له زياره. كعك المناره اللي بلش بميديا سيتي واز رجع وسع. خبرونا انه فتح فرع جديد بس ما كنت عارف هالقد حلو. خلينا نبلش بقديش ذكي، قديش حلو هيدا التي في اللي ورا بفرجيكم لان انتم بالمناره. خلينا نكفي واقول لكم قديش حلو المطبخ اللي مفتوح من ميل ستريت فود، من ميل قهوه الازاز، من ميل قعده كتير حلوه مرتبه، من ميل المكان اللذيذ القريب اللي بتحسوا حالكم قاعدين ببيروت، من ميل البار مناره بتلحقكم، ميل لميل الحجر اللبناني القديم، المطبخ المفتوح، الازاز اللذيذ، المحل اللي مفتوح ورانا يلي هو الموني او كل الارتيزان اللبناني، البيبليوتيك، القعدة، الطاولة الكبيرة، common working space and so on and so forth. حسيت حالي طلعت على ضيعة بلبنان، او القعدة ببيروت، او قهوة الازاز القديمة، الحجر القديم، البلاط القديم، كلهم مع بعضهم. وبعد ما وصلنا حكينا عن الاكل الرائع. اسمه كعك المنارة، فتح فرع جديد، فيلا زغطورة على الجميرة. Beautiful. Let the experience begin. هو بالكون، هو تراس، هو قاعدة، قناطر، بيبليوتيك، بار، ديسبلاي، فريج، هو صور من بيروت تلحقنا، المطبخ اللي هون، شقف شقف شقف، كله معك، يعني كل زاوية واحد بحس حاله بمنطقة أو بإكسبيرينس مختلفة، كل زاوية بتخليكم ترجعوا عن جديد على هذا المحل بلا ما تزهقوا منه. والأهم بتبلش بالعربية. كاكاك كاكاك. بعد ما وعيوا اليوم. أنا زياد، as you know يمكن تعرفوني من آخر 2 episodes. أنثوني مرق علينا بكعك المنارة بميديا سيتي اللي هو كان أول فرع إلنا. وهلأ اليوم نحنا بكعك المنارة بيكري أند كافي اللي هو تاني فرع إلنا. وأنا زياد the founder of كعك المنارة. وعم اكسايتد اليوم نفرجيكم الكونسبت شو عملنا لكعك المنارة 2.0 فيك تقول. Suddenly اشتهيت كعكة بدبي و I realized انه ما في كعك بدبي، وكتير كنت مشتهي كعكة وقلت لحالي انه ليه ما في كعك برات لبنان، كعكة يعني طيبة، كعكة كلنا منشتهيها، ليه مش موجودة برات لبنان وليش مش منتشرة برات لبنان مثل المنقوشة. فهيدي الفكرة اللي جعلتني بلش كعك المنارة وبلش بهالمشروع اللي صلنا مبلشينه من 6 سنين واللي وصلنا لهون اليوم. بلشنا، أنا كنت أشتغل سايد جوب كفاينانشال كونسولتنت، فأول سنة ونص كنا عم نشتغل بس بوب أب كونسبت، فما كان عنا فرع، ما كان عنا محل ثابت. قضيناها هيك لمدة 3 سنين فتحنا أول فرع اللي هو بميديا سيتي. نحن بلشنا كفاست كاجوال كونسبت بكعك المنارة بيكري اند ايتري اللي هو أول فرع أو 1.0، وهلأ شوي عملنا elevation واكستنشن للكونسبت بكعك المنارة بيكري اند كافي اللي نحن قاعدين فيه اليوم. والديفرنس أنه هون it's more casual dining more cafe ambience لأنه كعك المنارة بيكري and eatery بالميديا سيتي بمنطقة مكاتب، فالسيرفيس أسرع والقعدة شوي يعني more quick service style. هوني more cafe oriented، breakfast lunch dinner very family oriented. يلا تفضلوا معي نعمل quick tour على المحل اللي نحنا فيه اليوم. فأول شيء بدي أقوله أنه نحن هيدا المكان كان بيت خاص، كان يعني من سنة ونص في عيلة عايشة هون قاعدين عم يحضروا تي في، عم يفقوا بزر، هلأ صار مطعم مثل ما شايفين. كتير اشتغلنا فيه، يعني اللي شايفينه اليوم واللي عم تشوفوه اليوم
يمكن ما كنتوا you would not recognize it لما كان بيت خاص قبل. فنطلع لبرا، نحن على من أهم الشوارع بدبي، شارع الوصل اللي هو شارع it connects كل المدينة، يمكن تاني أهم شارع بعد الشيخ زايد. مثل ما شايفين هيدا هو الفيلا يلي we converted it. الفيلا عمره 35 سنة، 35 year old فيلا، وما بتلاقوا مثل هيك ديزاين لفيلا بدبي لأنه ديزاين قديم. وتلاحظوا أنه كله بنغالو one floor، ما في طابقين، ما في ثلاث طوابق، ف one floor. وتوفقنا كتير لأنه في عنده corner تيراس بجنن، يمكن من أكبر التيراسز على شارع الوصل. أوكي، فمنكمل لجوا، نرجع نطلع لبرا منحكي عن الانسبيريشن للتيراس بعدين. بس أول شيء بتلاحظوه لما بتفوتوا لجوا على إيدك اليمين، هيدا منسميه اللونج أريا. أوكي، فمثل ما حكينا بيكري and كافي، ففي كافي element. our coffees and juices and drinks are world class. ففي كتير عيال وعالم بيجوا بس بيقعدوا بيشربوا قهوة وبسكوت أو شيء هيك خفيف. هيدي one key feature لإلنا، عنا 4 ساعات footage لفرانين عم يخبزوا كعك بلبنان، وهلا بترجعوا بتشوفوا بعدين عنا شي 3 hours footage على المنارة يلي هو أساس الكونسبت كعك المنارة. الفكرة اجت من انا ربيت على شارع المنارة، فهلا بتشوفوا فوتج للمنارة برجعلكم بالنوستالجيا ورجعكم على لبنان. بترجعوا بتشوفوا كل الانسبيريشن تاعنا جاي من المنارة. فاكشلي عنا هون فيتشر، اول شيء كي فيتشر اوبن بيكري اللي هو قلب المحل واساس المحل، البيكري اللي بنخبز فيه كعك اكيد، بس وايد رينج معجنات ومناقيش. نحن نمبر 1 بالبلد كلبنيز بيكري، واكيد انا مأكد انثوني حندخل لجوا بعدين فرجيهم شو عم نخبز شو عم نعمل اليوم. فهي اول فيتشر. تاني فيتشر هيدا كله التصوير، تصوير على المنارة، تصويرنا نحن الخاص، وحتى we've printed it على البار تايلز. اوكي، عنا هون الاذر ميجر فيتشر اللي هو الاوثنتيك لايبراري. كل الكتب اللي جايبينهم وحاطينهم هون اخدينهم بالتعاون مع سمول فاملي بلبنان، بيت الحلبي، عندهم بوك ستور على طريق جديدة، وما في اروع من هيك فاملي، لوفلي بيبل، ساعدونا بكل الديزاين تاع البوك شيلف. اوكي، فكل الكتب هون من لبنان. هون اتس لايك اريا لحدا بده يجي يشتغل، هانج اوت فور ورك. بنكمل لهون انتوني، هيدا الثيرد ميجر فيتشر يلي هو اور باتيسري وبوزة عربيه. وهم شيء انه بوزة مش بس اي نوع بوزة عربيه، عنا بوزة بشير تعاونوا معنا، يمكن نحن ثاني محل بكل دبي عم نقدم بوزة بشير، and we're very proud of that to support each other as Lebanese businesses. عنا French pastries بس مع لمسة عربية، فمثل ما شايف عندي الشوكولات شوكولات كيك مع حلاوة، بتشوف شوكولات كيك حلاوة. عنا سبايست كاريت كيك، فانيلا كريم مع بيستاشيو، فلمسات هيك ليفانت، لمسات عربية. نجي على the next feature، عنا glass house. هيدا كان مش موجود لما أخذنا الفيلا، كان تيراس، كان يعني جاردن، فنحن عمرنا كل هيدا السكشن. اوكي، واززناه. كيف عندك مش معقول؟ اتس كيتشن تايم، البوس عدة المطبخ، يام يام وعكاك وعم نقيش وعلى عجين وعلى اكل. ليتس دو ات، تفضل. هلال معلم المعجنات، صار له معنا 6 سنين، هو اسس المحل معنا. احنا كمان برهان 6 سنين مؤسس المحل معنا، معلم الكعك
نمبر 1 بكعك المنارة. وانتوني عندنا كمان ابو فارس معلم معلم السابلي وكل شيء الباتيسري العربي. ابو فارس نحن تعلمنا الاوثنتيك واي اوثنتيك ريسيبي وايدين اكثر من 100 سنه خبره لانه عندنا كذا معلم كعك. فاللي بيميزنا برات لبنان انه نحن 100% اوثنتيك. بيكري مع مطعم لبناني فكل الفيفوريتس للمطعم اللبناني من البارد ميزة باردة بريكفست هوت ميزة ونحن مميزين وصرنا معروفين كتير بدبي بالسوق لأنه عنا طبخ بيتي amazing number one we have won awards for our طبخ كفتة بالصينية دجاج بالفرن بيف ستروغانوف ملوخية ورق عنب وكوسة كبة باللبن يعني كل الطبخات اللي بتحبهم من بيتك من عند أمك نحن بنعملهم هون كعك المنارة. دخليك في وحده ناقصه مش انا ربيع وربيع بقول انت لا الاولاد احس قال الاولاد 1 2 3 مين اكل انا او ربيع ربيع شو كيف الحقيقه بتحكي عن الاولاد بكعك المناره متوا عودناكم دائما اذا مشتاقين على الكعكه اللبنانيه العظيم القديم اللي الناس بتسميها عصرونيه او العصريه او كعكه اسواره محمصه منيحه مع الاطراف الغير شكل كمية السمسم اللي عليها الواضحة بس أكثر بكثير من هيك مظبوط اسمه كعك المنارة ببيع كعك بس everything in between يعني عم نحكي عن الكعك عم نحكي عن الطبخ عم نحكي عن كل المقبلات عم نحكي عن طاولة الميزة اللبنانية اللي كلنا معودين عليها إذا عبالكم تاكلوا ميزة فيه إذا عبالكم تاكلوا أكلات الماما والتيتا كمان فيه فاليوم مش عم أعرفوا من نبلش حياتي أهم شيء نبلش بالعروس أنا أهم شيء أتشب شيء عندي هي ها. هاي. هاي وعملي لك واحدة مع بيكون ايه بس العروس هاي. يعني مش العروس الساندويش العروس يعني البرايد القصة كلها هي هاي زعتر لبنة وخضرة عندي كتير اشياء بدي لكم اياها قبل ما نبلش ناكل بتعرفوا البيكون مثلا انتبهت على شغلة بقلب المطبخ ما بيعدهم بالحبة بدك حبة حبتين ثلاثة عنده جات انت حطيت مش 7 حبات فيه بهاي على كرم مع هديك يعني بيحط قد ما لازم طيب هيك نبلش ترى ما انوجدت
زعتر، لبنة، واضح، خضرة، واضحة، عجينة مثل ما شايفين طرية كتير. Very good. دوق هيدا لأنه شكله عزيز. فيك تاكلي معي طبعا بعدين يقولوا بقعدهم حدهم ما بيطعميهم. اه ايه كمان؟ سان دراي توميتو بيوتيفل بيكون ما بتكمل بلا بيكون ما هون فت على المطبخ من الاول موحم قلت له بدي كعكة بيكون قال لي كل شيء عنا اياه ما بدك الا هات له هات بعدين بحكي بالباقي مش معقول يلا بنكفي فين ندوق هاي اللي انت دقتيها بعد كثير طيب مش انا دقتها بقول كثير طيب فضحت حالي لا ما بدي تقيل نحن اولاد ترويقة عائلية قاعدة حلوة الديكور انت خبرين قديش مهم كتير حلو it's a concept store ما مثل library ومحلة تتبدع واكل وفاشن articles والاكل الطاولة كتير لذيذة والقاعدة كتير حلوة they have amazing drinks بين الابس كستي وال this is so freaking good شفت بس ما حطيتها بالتين ربيع حطها بالتين اه مش انت اه في البلغاري مع بندورة في الفت اللي عملنا اياها سبيسيال مع الفخارات اللي جايين من وين من ليسا من لبنان من الجبل البترون تقفرون دغري مع هذا الابيض والشغل الايد بعدين هون عندنا شيء شغله ورق عنب كرز احنا هلا بجزء من محل نسميه سوق المنارة اوكي اللي هو بوتيك الريتيل بوتيك بكعك المنارة عنا معظم الديزاينرز اللي عارضين عنا او كلهم عرب من بلاد الشام اوكي في كتير ديزاينرز لبنانية بس فلسطينية اماراتية ف وي ريبريزنت ا بيج ميكس اوف عرب تالنت اوكي انت بتعرف يعني من بوزة بشير نحن يعني تعاوننا كتير مع لبنانيز small businesses فهون بالبوتيك عنا الريتيل اللي هو managed by small business لبناني اسمه beyond your limits events فهني اللي they procured different designers معنا وعنا من بلدي اللي بتعرفوه من Anthony's coverage من بلدي كمان متعاونين معنا للمونة اللبنانية فمثل ما شايف Anthony عنا many different types of goods home accessories fashion accessories bedding and towels new products عنا بكعك المنارة كل الشغل الشاميات اوكي لاحظنا انه بدبي وبرات لبنان it's hard to find هيدا المنتج فالحمد لله بلشنا فيه وتوفقنا كتير فيه العالم كل الزباين اللي عم يجوا عم ياكلوا لقمة طيبة و on the way out بياخدوا شي من عنا من الشاميات فعنا عدة انواع كعك اصابع كعك بالزعتر، كعك الشاي، كعك مع حبة البركة، أوكي. هون عنا باتيفور، شوكولا وفانيل، وعنا كوكونات كوكيز، برازي، أكيد يعني نحن بعالم السمسم فالبرازي كتير مهم، وعنا القصة كلها هون تحت بالكعك، عنا عدة أنواع كعك، كعك فانيل وشوكولا، كعك باليانسون، كعك بالقرفة. و كعك محشي تمر ميرسي يا شباب يعطيكم العافيه باي اند هير ات از انبسطنا اكلنا شيء طيب فعلا كونسبت رائع الكعك اللي برا فخر لبيروت القديمه محل كتير حلو ما بعرف كم الف متر مع مطبخ خويت وجنون الاكل طيب كونسبت حلو اتس فل بدك مونه فيه بدك تدعم الليبانيز ارتيزن فيه بدك تقعد على كنبي على كرسي على بار على قاعده تشوف المطبخ شو عبالك فيه اند وي لافد ات نرجع طب
يلا شو بيك؟ ليش طالع من الطريق؟ بدنا نلاقي باركينج. فعم نلاقي صفي، ما عم نلاقي صفي. ما بدها صفي، ما هي حي الطريق، يا حي بتطلع على هاي وبتصف قدام المحل هونيك. شو عم بيعذبني؟ ترويتنا اليوم وين؟ منقوشة حبيناها، حبيتوها، منقوشة روعة كانت، نالو أنا وربيع اكتشفناها وهلأ رجعنا مع الولاد. اسمه غطاس، عنده منقوشة، ومش بس هيك، عندهم بلاديجور، وعندهم ورق عنب، وعندهم إشياء كتير تانية. ترويتنا اليوم عند غطاس. اليوم عم نعمل هلا مفرومة حشوة للكبة، وعم نسلق اللقطين، وبنا نطبخ اليوم مغربية بامية وفريكي بالدجاج. هلا في عنا نحن كبة سمائية، هيدا صحن جديد هلا بتشوفوه بنعمله سوا. وبالعادة بنعرف الكبة بس اللي هي كبة لحمة، بس عنا هون هي كبة اليقطين محشية بالجوز وفي بالخضرة. أكيد اللحمة ما في، كل شيء بنباتي. في عنا بالجوز وفي كبة يقطين بالخضرة المحشية سبانخ بصل حمص، في سماق وفي دبس الرمان معه، جوز وبصل مع دبس الرمان وسماق بلدي طبعا. كاستر هلا كاستر، لا 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 كله هون. نحن في عنا ثلاث عجينات، ثلاث انواع عجين. عجينة المناقيش، وفي عنا عجينة الزيت اللي هي للفطاير السبانخ، وفي عنا عجينة السمرة اللي هي للدايت، وهيدي كلها هيدي الاصل. هاي كبة اليقطين بالجوز، وهي كبة اليقطين بالخضرة، سبانخ وبصل، حمص وسماق بلدي. قبل ما نبلش خلينا نحكي جد، خلينا نحكي جالس. خلينا نحكي جالس ونخبرهم عن هالمنقوشة الجبنة اللي أكلتها مرة الماضي. يا باب سوبر طيبة. أول شيء جبنة حطينا لها بندورة، صارت طيبة 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 طيبة، تعشقوا مع بعضهم.
عجينة طيبة، بيستعملوا عكاوة 100% ومش مخشوش، بندورة طازة وهيك بتبلش، طلع طلع لونها، طلع وقفتها، شم ريحتها، عطر طيب. لا بدك معنى التقينا بغطاس مرة الماضي وجينا لهون وأكلنا وانبسطنا وضحكنا وتعرفنا على الشباب فوق، فيديو كتير حلو فيكم تحضروه على يوتيوب. فت حس حالي بالبيت، فت على المطبخ، أهلا وسهلا رجعت. هيك مرة الماضي أنا ما تصورت، مرة الماضي نسيت هاي، مرة الماضي نسيت هاي، شو رأيك نطبخ هيدي اليوم، شو رأيك نعمل هيدي اليوم؟ وفعلا بيعملوا شغل كتير 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 نظيف ببيض الوجه. اليوم رح فرجيكم الطبخات، رح ناكل نحن والولاد، رح نقعد سوا مع بعض وفرجيكم شو بيعمل غطاس. بوشيات ذا بيست، منقوشة وطنية لبنانية محت، وأكلات الماما مثل ما لازم يكون. رجعنا على المطبخ، شو عنا هون؟ عنا الكبة السمائية. هلأ الكبة نحن هادو عملناهم كريات، عم نسلقهم شي 10 دقايق بعدين بنعمل لهم الطبخة. هون الكبة قبل بمرة بلشت من هون وقلت لكم طلعوا من المستشفى وراي، برجع بعيد زيت الحديث، نظافة، ريحة اللحمة بتفتح القلب والشهية، سوبر نظيفة، شباب هون عروة، محبة، عطاء، تسلية، موسيقى تفيتلن إياها، حق علي، والنظافة بشكل مش معقول، الطبخات من هالميل، كل التحضيرات من هالميل، كل شيء بينعمل فريش، ما في شيء بيجي من برا، وإذا ما بتعرفوا صار عندهم داين إن أوبشن، يعني فيكم تجوا تقعدوا تطلبوا تاكلوا منقوشة أو تاكلوا طبخ، ومثل ما شايفين كل شيء بينعمل إن هاوس. هلا بيحبوا البصل عم شوفوا يمين شمال يعني، بس بسيب بسيب. شاهد شفت ورقة الغار؟ المصفاية بنصفيها من الزيت مشان تنشف منيح للحشوة. بيزا بيبروني. هذه كبة عادية. هاي الكبة عادية. أيوة. بس نحن هاي برم كريات، بس هاي لها خلطة غير الكبة الفراس أو الكبة العادية. مكوناتها من ترنشات بصل مع دبس الرمان وشوية السماء، تصير اسمها كبة سمائية. هاي اخترعناها بالمحل. الطبقات اللي عنا اياهن المغربيه، الرز وبامي، الباميه البلديه طبعا، والداود باشا، وفي عنا الفريكه، الفريكه البلديه اللي بتشم ريحه دخنه القمح فيها. حطينا البصل، قليناهم شويه على دبس الرمان، حطينا السماء، خليهم يغلوا هيدا الصوص للكبه السمائيه. عملتها من تلت ساعة ونطرت، طلعوا كيفها طري من نص ساعة أو من تلت ساعة، زعترات حرزانين رح نتليلهم الأرض مثل ما شفتوا، عجينتها بعدها كتير طرية وبعدها طيبة كأنها انعملت هلا. راجع الزعترات فرجيني كيف حياة التلت ساعة، صورناها من شوي، طلعنا على المطبخ، طبخنا، رجعنا، زعتر، عجينة، هاي المنقوشة الوحيدة بتضلها هيك، معظمة، تحدية رائعة، ما في واحد ياكل عرواق. أنت قلت نجرب، مش أنت هيك قلت له لازم يجربوا يشوفوا كيف بتدق. نجرب، نجرب، أنا والأكاونتس تبعي. لبنان شكلك صحة وهنا، هيدا إلي. إحنا وسعنا المنيو، صار عنا الصحن اليومي، صار عنا شوربة، صار عنا ديسير، في عنا كتير سلطات وكذا ميزة، وبعد في واصلين on the go، فناطرينكم تجوا تتغدوا تتعشوا عنا، كمان صار في عنا قاعدة جديدة
صغيرة مهضومة، مش إنه كتير فانسي كمطعم، بس إنه حبوبين كأنكم بالبيت. ميزون غطاس اليوم تستقبلكم على الترويقة، على الغداء، على العشاء. نحن فاتحين من الساعة 8 لساعة 10:30. وأهلا وسهلا. اسم مائية ليش؟ هي كبة معمولة بولز وبقلبها دبس الرمان وشوية سماق. شكلها طيب وحموضتها رائع. حمص؟ حمص حمص و هيك أنا شفت المغربية وضعت سوري. حمص مغربية أصيلة شوية دجاج عزبي بشوية فريكة. يلا أكلات الجبل كله مسوى صار هون، يعني مش بس فرن مش بس نقيش. شكلها هيدي الكبة هنا أصلا معروفين بس هاي شكلها حياة ال الفريكة مثل ما بحبها. لا لا الفريكة مش معقول تعمت ال لك هاي. لا لا بيش دوقها. لا بدك تدوقها. لا ما بصير. طب دوقك من عندك. حلوة الفكرة كتير. تسلحبك. مش محشية. لا بو يعني كيف بيعملوا شو بيقولوا له داود باشا. بس كبة مش كتير طيبة. رائعة رائعة رائعة. واو واو جود جوب. فيري جود جوب. بمحل فرن ميزون غطاس صار عنده بلا دي جور. Very simple. مش مفزلك مش مفلسف. طعمة القديمة طعمة لك العادية. Honest food. يعني ما راح توفي معنا اذا كل مرة بدي اجي على دبي بدي اعمل لهم زيارة واكل عندهم مش راح ندوق عند حدا تاني. بس بيستاهلوا. انا قصة المنقوشة كيف تاكلها بعدين مثل ما هي مثل كأن حدا عمل لك سحر. ايه. ليش الجبنة مع بندورة شايفة اطيب من لا لا عدا عن هيك بس عن جد لانه نحن مشكلتنا اللبنانية بنشتري من ايش بنوصل على البيت بحطبه بنكبهم. صح. ف والفريك الفريك الفريك اخوات. هيدي الكبة بسماء. لا 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 لا. المغربية. كل واحد ستيلو شيء بس انه هني كلهم طيبين. يلا see you next time. Hi, أنا اسمي ريدا. We have seafood in a bucket, so we have different sauces. You pick any of the seafood items you want. في crabs, shrimps, mussels, baby potato and corn. And they put them, they drop them on the table, and you get to eat. You get to get messy at the end of the day. You can do whatever you want. Cajun, garlic butter, creamy lemon, red curry. صار كمان green curry كمان عنا. So every time we ask the customers like their feedback, what sauces they'd like to add. According to that, نحنا we always want what the customer, we always add what the customer wants. The crab bonanza is a mixture of seafood. Okay, it has crabs, mussels, and shrimps. Okay, you can pick any of the items. We have also clams كمان. You can add clams. We pour it onto the table and you get to get messy. Appetizers, dynamite shrimps, chowder fries, we also have baked mussels. Anna kamen pastas, we included pastas in our menu. Anna tom yum soup, which people is it's a best seller as well. They قول انه انا كثير بشم وعندي مشكله بالروايح، محل سي فود وما فيه ولا ريحه زنخه ولا ريحه بحر. يمكن لعالم مش منيح بس بالنسبة لي شيء كتير. شو رأيك بالموضوع؟ مثل ما قالت نال بتفوت على المحل تقول ريحة حلوة very refreshing very fresh شباب لك يا لذيذ ألوانه حلوين. وهيدي الثالث مرة نجي، أول مرة جينا ما كنا عارفين لمين. ليه؟ لبنانية.
ثاني مره جينا كمان ما خبرني ونحن مين، وانبسطت كثير مع الشباب. ما اكلت لانه ربيع خلصهم كلهم سوا، ربيع رمان ثاني واحد. وهلا ثالث مره قلنا اوكي اتس ا كيدز بليس، او الاولاد بنبسطوا كثير فيها. فجينا انبسطت فيهم، لبنانيه عم بيعمل شغل كثير حلو، محل بيكون مفول بالليل بوجه مول اوف ذا اميريتس. وخلينا نفوت على المطبخ، فتعال نشوف سوا شو بيعملوا. هلو جايز، هاو ار يو؟ نايس. اوكي تمام، شو الاول شو رح نعمل؟ الغالي السوسيت. ماي نيم از شيف سندو بارينو، and I'm the executive chef of Mr. Crab. I'm from Philippines. Actually, our specialty here is more on seafoods. And the most selling sauces here is a Cajun sauce. Actually, this is the one. The Cajun sauce is blended with the different kinds of spices and herbs. These spices that we create, is it takes 2 years for us to create this special secret sauce. Let's talk about our seafoods. Our seafoods, we are getting it all fresh. Every morning, we have freshly delivered seafoods that we can sell to you. And we can assure that we are serving you all fresh. We have fresh shrimps, fresh squid, fresh blue crab, fresh bull mussels, clams, half mussels, lobster, and king and queen crabs. روعة من الفوت. أول شيء نظافة ماكسيموم، بتشوفوا كل اللمعة، طلعوا طلوع وشوفوا الهود قديش نظيف. الزيت عم بقدر بليلة طلعوا كم مرة شفتوا جريل هالقد أبيض هالقد نظيف. في جريلد، في تشاركول جريلد، ووراي مثل ما شايفين مطبخ كتير حلو من هون ومن هون. يفتح القلب، كل شيء فريش مظبوط بيكبوا لكم اياهم على الطاوله ومظبوط. ما حد بتقولوا يمكن هيدا الاكسبيرينس، انا لا انا بفضل اقعد اكل شوكه سكينه. ايه لا، حتى لو كاجوال وقريب على القلب ودغري كيف ما كان، مع العائله مع الاولاد مع اصحابكم صدقوني بتلعبوا ماكسيم، بتطقوا حالك ماكسيم، بتجيبوا صحابكم معكم اللي بياكل كثير بتقعدوا بلا اكل. anyway عم بمزح. فهيدي هي الاجواء هون، هاي اند انجريدينتس هاي اند برودكتس ان ا فيري سوتل كاجوال واي، بلا تفلسف وبلا ما يكون كثير غالي. Grilled platter, mix of blue crab, shrimp, half mussel, and squid. The next dish that I will prepare now is build your own crab bonanza. Okay? It consists of mixed varieties of seafoods with blue crab, shrimps, lobster, Dungeness crab, snow crab, king crab, and clams. Boiling seasoning mix in our boiling water to add additional flavor in the seafoods. نشوف هالولاد اذا بعدهم هون. ما تعتلهم، عم بحضر لكم شيء كثير طيب. كثير اكسايتد انا عم شوف انا بفكر اخر واشياء عم تنزل على هالطاولات ولوايح. من ايديك؟ ايه ايه سكسي لاكس وقصص.
مثل ما قلت لكم مين بيروح اسرع يسبح على الشقفه الطايره. فراح نبلش دغري. كل واحد بيلعب لعبته خبره وفنيك ومنبلش. انا ما ضروري اكون حكيمه. هيدا مثل ما شايفين بتحطوا بتنزلوا بتوقعوا بتفرموا مثل ما انتم بدكم. This is the grilled platter. Ah, good quality. The high-end quality. Grab it, mahoon. عم نحكي عن the real deal. Oof. بلش أنا بالكراب. تعرف شو؟ بقصي لك بتقصي. يعني بتحضري بحضر لك بتحضري. معنا لمين عم تحضر؟ هيا. كذا الموضوع. Good quality. Enjoyable. Nice sharing experience. طلعوا طلع اللحم اللي جوا طلع كمية اللحم. ليك شو رح أعمل؟ ليك شو رح أعمل لأن السوسات يمكن فيهم شوية بصل أو شيء. شو عصرة حامض؟ أنكب. طيبة. ريحتهم بتشهي. أنا مانك عايزة تروح على فاين داينينج ريستورانت أو حاجة يكون سمك. أكيد لا. أجواء كتير حلوة. Family vibe, family gathering, وقريب على القلب. طب ما بدي تعطيك لما يقولوا ما طعمه مرته. ايفن هدي. هلا ما اسألك أمي. حبيبي. يلا طيبة. اوكي بدك صوص كيف فيك تغطس دون هاي تكتر شو من هاي يلا انا حطي لك حامض بس ثانية عم بعمل هاي لاني يلا. لاني one, مش الفرق فرش جريد كالامار very nice muscles انت والكلامات صحبة فيك تنقى الكراب لأنه بدأ حتى ما يأكلوا إجر أو أنا كتير مشغول بالمطبخ كتير مشغول بالمطبخ كنت حابب ساعدك بس عم بعيطوني ما بتوصل تبطل عليك لا لا عم بعيط للشاف قلت أنا قلت العدة هاي تنبلش مثل ما شايفين قصة كبيرة والولاد كتير مبسوطين لأول مرة عم بيكتب إيديهم
أنا مدير العمليات هون. نعم. يلا. أنا بقص. هن بياكلوا. بنشرحها. بنلعبها مظبوط. شكد ما حد يقول حكيمت اقول بشرحها. عندهم هن اساسا كينج كراب وعندهم هلا دونجنس كراب اند سنو كراب اللي رح يكونوا من بعد رمضان. فيكم تطلبوا اللي بدكم اياهم مثل ما شايفين هيدي هي النوعيه والكواليتي. كانوا اياها وقت نعمل العمليه. Full of meat. أكل لحاله. ما عم خبركم. إيه طيبة. كتير 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 كتير. New arrivals. رمضان edition. أهلا وسهلا فيكم. طارق الكيلاني معك. نحن مطاعم ومطابخ مدفون السدة. نحن عنا 5 فروع بالإمارات. بلشنا بال 2008 بفرع راس الخيمة، بعدين انتقلنا لفرع الشارقة، بعدين العين، بعدين فتحنا هون بجميرة، وآخر شيء فتحنا بالمزهر 1 بالإريبيان سنتر. مدفون السدة نحن بنعمل المندي طبعا على الطريقة السعودية. في عنا كل أنواع المندي والمضي والمدفون، المقلقل، المضغوط، كل أنواعه، اللحم والدجاج. عنا سمك سبريم، عنا سمك سلمون. في كتير قصص عنا يعني حلوة وطيبة. اللي بيميزنا بصراحة هو طريقة الشغل ومتابعة الأكل، متابعة المنتجات، الإخلاص بكل شيء، بكل دقيق، بكل شيء دقيق يعني. وإنك تبيع الشغلة كأنك عم تأكلها إلك. كلمة المدفون هي مدفون، يعني نحط اللحم أو الدجاج كانوا من زمان يحطوه تحت، بيحفروا حفرة يحطوه تحت رمد تحت الحفرة جوا بالغميقة، وبيغطوه وبيحطوا فوقه الحطب أو الفحم. تمام؟ فبس هاي هي المدفون، طريقة المدفون. بيقعدوا 3-4 ساعات بيخلص، بعدين بينقام من هاي وبيتنظف وبيترتب وبينحط بالصحون مع الرز. هاي بالنسبة للمدفون. المظبي اللي هو اللحم أو الدجاج المشوي على الفحم. وشو عن المضغوط؟ المضغوط هو بيكون عبارة عن رز واللحم، بينطبخوا مع بعض بمية اللحم بطنجرة الضغط. في عنا المندي، المندي كمان مندي الدجاج ومندي اللحم بينطبخ على 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 البخار، بينطبخ بأفران مخصصة على البخار، بيكون على ستيم يعني، وبيتجهز. بهيك وضع بتصير واحد يسأل حاله وين ببلش، شو باكل؟ يعني اللي ذكرناه هون مندي ومدفون، بدي أجرب كل شيء.
شكل دجاج بشهي، دجاج مصبي، دجاج طاووق، دجاج مدفون، رز بيان دجاج، زربيان دجاج، اش في اشياء لذيذه. وكلهم صوت ما شايفين بيجوا مع رز. شو بدنا نطلب؟ That is the question. ضعت كثير ضعت هلقت في اشياء. واحد مثلي اول مره بفوت على مطعم تنعتبر بهالكلتشر السعوديه. طب وين ببلش؟ ببلش من هون، بفوت دغري بيطلب مثلا، بياخذ لحم. لحم انت عندك لحم ودجاج وسيفود بالضبط. اوكي نحن هون اي انواع اللحمه اللي عندنا؟ الاشياء اللي كثير مشهور فيها، يعني ليش قصدك؟ مدفون اللحم، مدفون اللحم، مضغوط، مضغوط، مصبي اللحم. اوكي تمام. وفي عندنا كمان اللي هي القوزي اللحم، كثير كمان يعني ذكرتني بالعراق. بالضبط. اوكي جريت. واذا حدا مثلا ما بياكل لحم ما بياكل دجاج، في سيفود، في سيفود هون، في عندنا سلمون، وفي عندنا سبريم. عندهم الجاد السبريم، او في هاي سبريم اللحم. في عندنا اللي هو الجاد سطل، جمبري سطل. اوه شكله شح. وبالاخر هيدا هذاك المحل عندهم كنافه. كنافه نعم بالضبط. عده انواع، كنافه بالنيوتيلا، كنافه باللوتس، كنافه بيستاشيو، كنافه اللي هي العاديه، في عندنا كنافه بالجبنه، وفي عندنا ام علي. إذا عبالكم تعيشوا الاختبار السعودي اليمني، إذا عبالكم تقعدوا على الأرض تاكلوا بطريقة تقليدية، إذا عبالكم تدوقوا كل أنواع الرز واللحم والدجاج والسيفود، كلهم موجودين هون مدفون السد. بتنقوا الأوضة اللي أنتوا بدكم إياها، بتقعدوا very private، وبتعيشوا الأجواء التقليدية القديمة بالطعم التقليد القديم، إن كان على الطاولة، إن كان على الأرض. وفي private room للصغار، لعائلة أكبر، وحتى عنده هيدي الأوضة اللي بتسع أكتر من 60 شخص قاعد مع بعضه. نحن رح نقعد تحت هون للعائلات، تحت للسينجلز مثلي، رح نقعد تحت وندوق كل أنواع الرز اللي عندهم إياه. شكلهم كتير حلو، بشهوا، في عدة أنواع رز، اللحم كتير حرزين، صحون كتير كبيرة، بس بدك نحذر الاسم. مصبي لحم؟ مصبي لحم مع رز بخاري. دقيقة ما بدها سكين، رح أخذ المعلقة تفرجيكم قديش أخذ شغل وقديش مشغول صح وقد عطر. واحد، اثنين، زربيان دجاج، هذا مند دجاج، هون مدفون لحم، هاي مقلقل لحم. حتى لو كل واحدة منهم فيها لحم وفيها دجاج ما بيشبهوا بعضهم. مزبوط، يمكن بالشكل تقولوا زيت الصحن من رز رز ولحمة لحمة، بس كل واحدة اخذ شغل، كل واحدة اخذ وقته. بالضبط وقته، وكل واحدة اخذ البهاراتها وطريقة طبخها. اميزين. ديو طلعوا بالمعلقة، بالمعلقة تبرهنكم انه طلعوا ملا لحمة، طلعوا كيف فكت عن عظمتها، ما عملنا شيء. شقفة لحمة رائعة مع الدهن تبعها من برا. عم بتشوفوا شو عم بيصير هون؟ وإذا بدنا ندوق شوي من الرزات، مفلفل مزبوط، مش ملبد على بعضه، مش ملزع على بعضه. سبوت اون بهاراته، طعمته، حريته لبعاد. ولا مرة فكرت أنا معقول يكون الرز فيه طعم هلأ. عندنا ثلاث انواع رز، في رز المندي ورز البخاري، في رز بيطلع مع الزربيان دجاج، وفي رز بيطلع مع مضغوط اللحم. واو
بعده الحر بتم، بعده البهارات بتم. Amazing. هيك it's a full experience, full fledged experience. بتقعدوا هون بتاكلوا 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 بتنبسطوا فيهم عدة choices، وبالاخر بدكم محل شوي كرمال الكنافة. مبسوط بالنوعية الرز وكيف مفلفل، مبسوط باللمعة تبع الأكل اللي عم يتطلع وقديش في زيت لازم مثل ما لازم، مبسوط بكمية البهارات المحطوطة مش تتغطى على الطعم الأساسية بس تتعطي النكهة اللازمة. في أكثر من أربع أنواع رز، كل واحد بيخدكم بسفرة. في أكثر من أربع أو خمس أنواع لحومات بين دجاج ولحمة، وكل واحد بيخدكم بسفرة. حتى لو دجاج دجاج بس كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد بفك غير عن التاني. مطبوخ مظبوط، كتير مظبوط، ما في شيء ملزق على العظمة. ما بعرف كم ساعة طبخ اخد. هلا هو جات اسمه جات، يعني لعدة ناس مع بعض، بس ما بعتقد معقول حدا يحط هيك شيء قدامه ويتشاركه مع حدا. انا بقلكن يعني guaranteed impressed, really impressed. بس كلها كلمة تمدوخ. ايه ما فيك ان شاء الله ما تحس حالك غلط يعني. لا ما حس حالي غلط، كيف طيبين الزيت spot on. هول هول او ماي جاد ليك مش عارف طيبين، واللحمة والدجاج و هلا بيفكروا مش عم طعمين كل النهار. قصة غرام. بلش بالقهوة العربية الطيبة اللي بحبها كتير كتير كتير. مشغولي صح مش معقول. شوي بالنعناع رح نتركه يسقع شوي وأز إشت الكنافة. كنافة بجبنة، كنافة بالقشطة. اسمعوا كرانش كرانش، والجبنة اللي دايبة مظبوط اللي بتمغط صح. عنكن إياها خشنة معمول على الطريقة العربية، والجبنة لونها برتقالي. Very nice and crunchy. أسمالية على الميلتين، طلعوا ووب ووب على الميلتين. الجبنة بقلبها من جوا، وإذا عبالكم فرجيكم كيف بتمغط مظبوط يا حية. هيدا شغل صح. بالقشطة بتجي لونها أبيض كمان، مغزاية مظبوط بالقطر بس على القد. very fresh على مينوت، يعني مش قاعد ومش متشتشة. اوه واو دقيقة، هاي شو اول مرة بدو هيك شي جوا؟ مثل كأنكم عم تاكلوا ويبت كريم، مثل كأنكم عم تاكلوا لبنة. في شي كتير طري كتير خفيف مثل الجبنة البيضة، كتير لذيذ كتير خفيف كتير هيك بيزحط على لساني، وما حسيت بالحلاوة. الفاكهة قوية جديد علي، منا القشطة نحن نعرفها بلبنان، منا القشطة اللي معودين عليها. هي إذا بدكم الجيمر يلي شفتوني كتير بالعراق باكله، بس بلا طعمة حليب. سبوت اون. قعدة كتير حلوة، الأكل طيب، حبيت الرز، حبيت الاختبار، حبيت الكنافة بالآخر، حبيت الشاي، حبيت القهوة، حبيت الفايب المود، وجينا على القد. كان فاضي المحل، صار وقت الإفطار، وهلأ فل ولا كرسي فاضية. كنت حابب أصور لكم عجقة والناس، بس ما بدنا نزعج العالم جايين برايفتلي للإفطار، فخلصنا على القد. بقلكن برجع كتير حبيت الرز، الدجاج، اللحمة، الكواليتي. ريستوران مطعم شعبي مختلفنا، بس بطعم اكل ما بتاكلوه بمطاعم الهاي اند، بمحل بطريقه هيك سان فاسون بيقولوا الفرنساوي، يعني نو سترينجز اتاشت، فيري سمبل اند اي لافد ات. وعدته مرة الماضي بكون عندي وقت اكثر برجع بجي، وبنفقع على البطن الغير شكل وبنروح بننام.
Our famous product is sard ribs and brisket beef and smoked chicken. This is our smoker, our homemade smoker. We are using the oak wood and BBQ charcoal for the cooking. The brisket meat around 8 to 9 hours we are cooking. The slow steam and fire. And ribs, almost 4.5 hours, 5 hours we are cooking the ribs. Smoked chicken, we are cooking around 3 hours. When remove the meats and everything, when you will taste, our product is very nice. You know, not name only Mighty Meat. Our product also will look like Mighty Meat. Will be very nice. Ribs and brisket after the cook, we'll give some rest, we'll make it slice like this. We are served as per customer request. We got the big menu also, like sandwiches, we got burgers, loaded fries, the Mighty drinks and Mighty. Just we'll rub in the black peppers and salt, some spices, and we'll cook 8 to 9 hours. When the slow fire, the slow smoke. We'll cook in the slow smoke. We'll not make it the high fire and low fire. We'll cook in the proper smoke. The meat result will get nice meat. This from the USA. All our import meat was imported, not from here. From imported US, Australia, New Zealand, like this, the imported meat. And coleslaw, some original fries, some pickles like jalapeno and dill chips. This is our smoked chicken, the Mighty Meat smoked chicken, the whole smoked chicken. المايتي برجر هو بيكن، بيف بيكن، هي باتي تبع البرجر، هي باربيكي صوص من تحت، هي كوكتيل صوص من فوق، هي السموك بريسكت اللي اخذت 9 ساعات شغل، and then فكرة فوق بالتفاصيل ونشوف هيدي اللحمة مدخنة طرية اخذ شغل، and then بتقعد على الجريل شوي بتتحمص على الطرف، بضل فيها كل هالفات اللي على الطرف من غير شكل. And then الخبزة سوبر طرية مثل الزبدة بتلزع على السنين. نايس بيف بيكن توب كواليتي. لحمة البرجر سماشت مثل ما هي. جود انجريدينتس. هو الصوص من تحت ومن فوق بتعطيها سويتنس اللي على قد هون. للي بحب البريسكت على الحل، دبل تشيز، بريسكت، خبزة، بيكل اند صوص. لحمة تفرط فرط. Do.
بسكت. واو البهار اللي عليها طعمته بقلب الزعيم بعدها شقفة اللحم اللي ببهارها مظبوط مدخنة مظبوط ملحة مظبوط هارد كور امريكان جودنس شو ما هي واو الله شرفتونا ونورتونا سو جود تو سي يا حبيبي لا يعني شو الفرصة؟ التقينا مرة بس مثل كأنه منعرف بعضنا من سنين ومنشوف بعضنا كل يوم God bless you So good to have you عن جد انتو بتعقدوا And I'm so glad you're growing a beard because we are recruiting at the moment Good one Hey, hey, جاهز؟ The world eating How are you not fat? Alhamdulillah You must do a lot of mix So a couple of months ago, a friend of ours introduced us to Tamer and told us about this restaurant that he's partnered up with Hatem Matar. So we come down, had a beautiful dinner at obviously at Fire and had the most incredible experience. And after dinner, they walked us through the beautiful olive trees that they brought in from Spain. And we're walking through the property and we go, man, like, listen, where are we? Anyway, blown away by the whole site and the story and the philosophy about the Couture Reserve. Anyway, we walked up to their showroom and there was a ladder on the side of the showroom. And we climbed up the ladder and as you can see, we walked up and it was dark. You got a better location than his. Well, yeah, don't tell him that though. No one's gonna see this either. Anyway, so we're looking and we see the whole Dubai sky and go, oh my God, like seriously, this is unbelievable. So anyway. From Australia to Dubai, why Dubai? So Dubai's been on our radar for a few years now. Obviously we've been touring the world and now bringing it back to a country where, you know, the Arab culture is very prominent, but a very progressive country with great leadership. And we've been getting a lot of attention in the UAE for quite some time. We did an event for the Abu Dhabi government a few months ago in December, and that was a great success. And so on the back of that, we thought, you know, nudrabul hadida hamia. Let's start by the beginning. And who are you? Who am I? I'm his other half. We're like a match made in heaven. Obviously, you guys know us. We've been touring the world, Sydney, Melbourne, New York. We did a tour of Lebanon, and we've done some light pop-ups in the UAE. But now, as my brother said, we're here in the UAE to sort of showcase people who so we are. So you're the Knefe guys or you're the show guys? We're the bearded, like we're the bearded baker. So people think we walk around with Knefe in our pocket. My brother and I, we're catching planes and they go, hey, Knefe. And I go, I'd love if I had some Knefe in my back pocket, but no. So we're known as the bearded bakers and we've been touring now for coming up to 9 years. So we specialize in the experience, you know. 9 years. 9 years touring with Knefe. So just give you an idea, you only do the one product. So it started with that container, right? Correct, and we still use the container, obviously for our week-to-week touring in Sydney and Melbourne. But hello, now with our international tours, we're really thinking outside the box. Joey and I, a few years ago, we go, how do we keep people talking about what we do? And as you know, we just use the one Knefe as our conversation starter, but really it's the joy and experience. And for us, coming from architecture background and hospitality, everything we do is a creative outlet. So we use food and hospitality and architecture as a way to kind of convey our story. And so it's about creating experiences. And so we took it for this concept, for Knefe Couture, we took inspiration from the rooftop bars of New York, you know, and the lounges, right? And you got the vibe, you got the DJs, you got the bar, except there's no alcohol. So we translated that, took that inspiration and we turned it into like a rooftop bakery. The same vibe as a bar without the alcohol. So if I want to work with you, I need to have a beer. Well, that too, that's the first thing, but you need to shake it. As well, you need to work the moves. Oh, so I need to six packs. I want to know how you're getting rid of. I want to know how you're getting rid of all that food that you eat. Because every time I'm on your Instagram, all I see is you is eating. Yeah, it takes me too much of my effort and time to put all that in. So, no, مش رح أروح عن كرمالكم يا. How's your Sky? How's your Sky Rewards program? Are you getting all the points for flying? Hey, it's time to get him in the kitchen. يلا. Let's have some fun. التقينا نحنا بال 2020. بآخر جمعة قبل كوفيد
the last week before COVID. عملنا يعني كان في عندهم حفلة بتعقد, كنا مع بعضنا تسلينا ضحكنا. كنت لابس ال Australian hat for the first time. It suited you by the way. The cowboy hat. Exactly, exactly. That's one of the most beautiful pictures I had. عملنا دربكة, الناس اجت, انبسطنا, تسلينا, ضحكنا, and then we met. And as if we meet every day. بنلحق بعضنا من بعيد لبعيد, بنحب بعضنا كتير, بس أنا ما بنلتقى اليوم, كل واحد ميل. And I'm super excited and very happy. Wow. Thank you so much. You are amazing. 9 years in the making and still ongoing. هي مزبوط كنافة ومزبوط رقص ولعب وإت سترا, بس في قضية من وراها. Yeah, absolutely. في very clearly نحن مين, our roots, our heritage, and we love it and we want to show it to the world. Well, we want to showcase, you know, the Palestinian culture in a way that has been done before. For so long, the Middle Eastern culture has been portrayed, I guess, in the same way. And so we want to kind of show people that there's another side. There's a fun, there's the interactive, if I can say a little bit sexy and fun, you know. I love it. You know, and a vibe. And we so want to show the affectionate side of it as well. The hospitality. The love for people as well. Beautiful. Let's have some fun. Let's eat. Let's eat. So at the moment, this is stage one. Obviously, the first stage is making the khalta. So throughout the night, we're constantly making a fresh batch. So just to give you an idea, traditionally, kanafa, it's made on a big sunni. Yeah, it's sitting on the bench. People come up and cut it. Now we make it fresh to order. So you come, you order, and then you watch us make it in progress. Abdullah here is actually making the khalta, which is the stage one of the process. Oh, yeah. So constantly throughout the night, we're replenishing this big stock pot. Stage two is ladling it into a mold. We're gonna run through those processes tonight, but just to give you an idea, it's ladled into your special mold, which you get at the end of the night or at the beginning so you can start eating. And then there's a crumbing mix that goes on. We load it into the oven. Just before it enters the oven, we're spraying it with like a rose water mazahid wash. It comes out of the other end, nice and crispy. Crushed pistachios is finished, and sugar syrup to taste. However, the pistachios and the sugar syrup is not done until the customer arrives, which we call their name. And it could be, you know, the amazing Anthony or something flirtatious and cheeky, very interactive. Listen, it's all about the experience. So they're in front of the bar, the pistachio show, the ated, all done in front of the guests. And sometimes we even feed them as well. Well, for the rooftop, we've obviously, like we said earlier on, we've taken inspiration from the bars of New York, and we've created like a home-style lemonade. So let me tell you. All right, so this is the khalta, ladies and gentlemen. It's for the actual ashta buza, which we roll in rose petals and fusta halabi. Then goes the rose petals. If only your camera could smell, Anthony. Oh my God, it smells like heaven. No, that's my aftershave. Ice cream has been added to the concept on a later stage. It certainly has, yes. So this can either sit on the kanafe, or you can have it in an individual cup as well. But the ashta buza with the hot kanafe, yani. Have you ever had an apple pie with the soft serve? It's like, it's heaven. Kanafe started in 2014, but
the journey started long before then. We grew up on it, and for those that have actually tried our kanafe, it's not traditional kanafe. It's kanafe my mum's way. So it's a lighter, creamier take, and the best way to describe it is that think of a warm creme brulee. It's got this crunchy coating, and you crack into it, and it's got this oozing, creamy, cheesy center, finished with crushed pistachios and fragrant sugar syrup. It started in our family restaurant many years ago, and just it gained a lot of popularity, and it got to a stage where we couldn't keep up with the demand at the restaurant, and we come from an architectural background. And so for many years, we always wanted to do something with a shipping container. And so many years later, our two worlds collided, our love of food and people, and obviously our passion for architecture. So we now transform shipping containers into bakeries, and we tour the world doing shows and events and collaborations with some amazing people around the world. And I must say, it's the people that we get to meet and cross paths with and work with. It's probably the best thing that's come out of Kanafe Bakery. So we use this one product really as a way just to connect with people and showcase the Palestinian culture. يلا يلا اوف شو بدي اخبركم الايموشنز من جوا شو بدي اخبركم صدقنا لبعضنا باستراليا قلت لهم اوكي يلا هات نعمل شيء مع بعضنا وركب الكونتينر طلع الكونتينر نزل بباركينج اجت العالم ما بعرف كيف صارت وقتها بتذكر كانوا عن جد بتذكر يمكن كانوا 90,000 فولوور اليوم برمت الايام كوفيد صاروا مليونين and so on وبعد برجع بتذكر هيدا الايفان بتذكر الشابو بتذكر الصورة اللي بعدني بستعملها بحطها وين ما كان هني وراي قاعد انا على الكونتينر فوق مستحي شوي عم بجربوا يرقصوني it was phenomenal مين بيقول قديش العالم صغير وقديش everything happens for a reason رجعنا لتقينا وين بدبي out of انا جاي لثلاث اربع ساعات هني هون مش فاتحين اليوم فتحوا كرمالنا كيف ما تركبوها راكبه يعني مش معقول عن جد مش معقول and then زادوا a new item on the menu او لا 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 مش حيلا item on the menu شغلينا صح الشباب انا بقول البوزع عشطة من عنا طلعت بيعملوها مثلنا ويمكن احسن شوي اوكي بس هني مش هيك رواق و أنا عم دوق وكتير عاقلين هني مش عاقلين أبداً شو رأيكم فوتكم الجو ونفرجيكم كيف بيولعوا وإن شاء الله ما يكسروا البلاطة كنافة in action Well, you got to speak to my mum about that, but there is one ingredient that she said I'm happy to share with you, and that is the secret ingredient is love. Oh my God.
ما قلنا خلينا نكون كتير واضحين ونركز ونقول لهم للعالم منا الكنافة اللبنانية ومنا الكنافة الفلسطينية ومنا كنافة مش ناطرينكم تجوا تعطونا رأيكم وتنتقدوا إذا حبيتوها أو لا. هيدي الرسات أو الرسبي تبع الماما وكلنا مبسوطين بالموضوع وبنيجي لهون تنبسط فيها. وساعات اللي بتاكلوا هول هيك بتحسوا إنه إيش عم تنغمر يعني هيك very emotional moment وين كلنا بنحس إنه mom we miss you and it feels good. سخنة مرتبة حلوة طيبة ريحتها حلوة معمولة مظبوط سكرها مظبوط. تفضل حمل لي 4 اخذوا معي بالشنطة على لبنان. يلا يا شباب let's get some more in the oven pool. بحبهم من قلبي بحبهم كثير. لحقوا حالكم نحن هون بدبي من هلا لاخر ماي. الجو هني حبوبين مهضومين. They're genuinely happy, genuinely spreading happiness, genuinely doing it right, and they just live for people and for the love of it. فتعالوا تعرفوا عليهم وياريت أنا عندي وقت أكتر كنت بقيت هون وكمان أنا استقبلكم بس رح كفي برمتي بالعالم وأكيد الله بده أكيد رح نرجع نلتقى شي محل بالدنيا رح تشوفونا سوا.